ايوه، ايه ايه برضو غيتك في عدم المقاطعه يعني؟ وانا مقاطع، انا مقاطع ومقاطع ناس كتير فشخ. انا مقاطع ناس كتير فشخ. اول حاجه انا مقاطع كل المنتجات الاسرائيليه، انا بكلم بجد بقى المره دي والله، الشمس في عيني معلش. مقاطع كل المنتجات الاسرائيليه كلها، خلي بالكم ان الشامبو والبلسم والحاجات اللي بتيجي من الامارات كلها منتجات اسرائيليه بس بيكتبوا عليها صنع في الامارات، اوكي؟ ده بالنسبه للمنتجات الاسرائيليه كلها، سواء كانت خاصه او عامه، محلات بتوع فلافل، فانا مقاطع كل المنتجات الاسرائيليه تماما. بالنسبه للناس تانية اللي محاوطه غزه، مقاطع كل منتجات الاردن، لان الاردن عاملين خط امداد لجيش الاحتلال، مقاطع كل منتجات الاردن حكوميه وشعبيه. الامارات مقاطع كل منتجات الامارات، سواء كان طيرانها زياراتها، لان دي ده طيران حكومي، طيران الامارات كله بيخش في جيب ابن زايد، بي 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 اكتر واحد بيدعم الكيان يعني. مقاطع كمان كل المنتجات السعوديه، لان هما برضو مساعدين في الحصار، سواء كان حج عمره، كل ده انا مقاطعه، لانه ولغايه ما تتحرر الكعبه المسيسه اللي عاملينها مصيده لاي حد يروح يعتمر او يحج يسلموه للبلاد اللي هي عايزاه، لمجرد ان رايه مختلف لرايهم. الكعبه مسيسه، وانا طالبت اكتر من مره قبل كده بان الكعبه والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى الثلاثه يبقوا تابعين لهيئه كبار العلماء، ما يكونوش تابعين لاي دوله، لان الدوله بتلعب سياسه وبتسيس الحرمين وبتسيس الاقصى وبتسيس فاللي هو ايه، المخالف لراي الحاكم لو راح يصلي يتقبض عليه. وترامب قالها وبايدن قالها، لولا السعوديه ما كانت اسرائيل. فانا مقاطع كل المنتجات السعوديه، مقاطع وطيرانهم برضو، ان انا اركب عليها روحيه الثانيه، مقاطع السعوديه، مقاطع كل منتجات اردن، دول محاصرين من جهه الشرق غزه وبيعملوا خط امداد. مقاطع الامارات، مقاطع كل منتجات الامارات، مقاطع كل منتجات اسرائيل، مقاطع كل منتجات مصر الحكوميه، يعني حتى باسبوري مش هجدده، كهرباء ما بدفعش، ميه ما بدفعش، كل منافذ الجيش والشرطه، الجيش اللي واقف يتفرج على مسبحه رفح وانا ما بدفعش ضرايب في مصر، واعلى مفخلهم يركبوه، كل حاجه تابعه للجيش، منافذ الجيش والشرطه، او كل حاجه حكوميه بتخش في جيب العرس انا مقاطعها. فانا مقاطع فعلا كل منتجات الجيش الشرطه المصريه، لا اشتري منها ولا ابيع لها ولا اتعامل معاها ولا ادفع لها ساغ احمر، لان هو دول اللي بيروحوا يهدوا الانفاق بتاعه الغزاويه والمقاومه ويملوها ميه مجاري ويملوها ميه بحر ويطلعوا يفتخروا بهذا، وما بيدافعوش عن شرفهم، وتنازلوا عن النيل وتنازلوا عن تيران وصنافير وتنازلوا عن الارض وتنازلوا عن العرض، وباع الغاز لاسرائيل وباع الغاز لمش عارف مين، وبهدل الناس في مصر وسجن الناس وبهدلنا ولفق لي انا اباب وعمل بلاوي بهدل الدنيا. فانا مقاطع كل منتجات الجيش والشرطه، لان الجيش المصري هو اللي محاصر، او جيش السيسي بمعنى اصح، هو اللي محاصر غزه من ناحيه الغرب، وهو اللي قافل الانفاق. والدليل على كده انه لما كان مرسي بيحكم فتح لهم، او مع اول حصار مع اول استهداف ليهم فتح لهم الانفاق في الحال، وخلى كل المعونات تخش، واللي امريكا تضرب دماغها في الحيط عشان كده اتقتل. فالسيسي عايز يعيش وعايز الكرسي، فطبعا قافل ومساعد في الحصار ومجرم حرب. فطبعا انا مقاطع كل منتجات الجيش والشرطه كمان، لان حرفيا دول بقى فعلا اللي يعني الشرطه بتقمع الشعب جوه والجيش بيقمع الناس في غزه بره، فطبعا مقاطع الناس دي كلها. فايه كمان انا مقاطع كل الناس كده بسم الله الرحمن الرحيم، الدول اللي محاصره غزه حصار حرفي، اللي هو انا على حدودك وانا قافل المعبر وحمد الكيان باللي محتاجه وهقطع عنك ميه ونور. لو تشوف دلوقتي المعبر بتاع طابع عليه قد ايه اسرائيليين بيخشوا مصر ب10 دولار التأشيرة، والغزاويه بيخشوا مصر حتى لو عايزين يتعالجوا ولا بتاع ب5000 دولار او اكتر، من 5 ل10000 دولار، عشان لو حابب يتعالج او حابب يخش من المعبر لازم يدفع لشركه العرجاني طبعا. فانما الاسرائيلي بيخش، حتى عرب 48 عشان معاهم باسبورات اسرائيليه بيدخلوا من معبر طابا، واقفين دلوقتي بالالوف عايزين يقضوا الصيف في طابا وفي نويبع وفي الحتت اللي هي بالنسبه لهم حتت مقدسه اصلا وارضهم اصلا وحاجات كده، والدخول ليهم ب10 دولار بس،
والدخول للغزاوي او للفلسطيني العادي $10,000. فدفنق لي انا مقاطع كل منتجات الجيش المصري. هتقولي لا بس انت برضو لازم تقاطع كوكاكولا واسمها ايه وماكدونالدز علشان هم بيدفعوا ضرائب في امريكا. اقول لك اتنيل، ما انت بتدفع ضرائب في مصر والضرائب بتروح في جيب العرس، وبرضو بياخدها يغرق بيها الانفاق ويقتل الناس. وحتى لما جنود من جيشنا احنا المصري اتقتلوا قال لك دول عناصر يا راجل ما تشغلش بالك يعني، وما رضاش حتى يعمل لهم جنازه عسكريه. يعني تعامل صهيوني مع حتى اولاد الجيش المصري يعني اللي هم كانوا هات امك تحمي الحدود. طب هو الراجل اتضرب على الحدود، طب انا مش هشرفه ولا هعترف بيه ولا هعمل له جنازه عسكريه. ده حتى لما تلفف علم مصر كانوا الاهالي لفوا في علم مصر مش الجيش. يعني اوسخ من كده. فانا مقاطع الناس اللي هي فعلا محاصره غزه، مقاطع الناس اللي هي فعلا ما تقوليش اصل المجلس بيدفع ضرائب في امريكا. احا انا امريكي بدفع ضرائب في امريكا. سيبنا من موضوع الضرائب ده لان الضرائب دي غصب عني وعنك. انت في مصر بتدفع ضرائب غصب عنك، انا على الاقل بدفع ضرائب، بس انت بتدفع ضرائب. وطبعا كل ده بيروح للناس اللي محاصره غزه، سواء امريكا بقى ولا اسرائيل ولا السيسي ولا اي حد. فسيبنا من حكايه الضرايب دي لان محدش فينا يقدر ما يقدرش يدفع ضرايب. السجن في انتظارك على طول. فاحنا مجبرين على الضرايب دي سواء كنا في امريكا ولا كنا في مصر. الشعب المصري مجبر، بس انا على الاقل بدفع ضرايب. بس انت بتدفع ضرايب ورشوه واكراميه ومحسوبيه وواسطه، وكل ده بيخش في جيب العرس اللي محاصر غزه. فقبل ما تقول لي قاطع ماكدونالدز، وطبعا كسوم ماكدونالدز اصلا مش من بقيه اهلي يعني، لا هو الحقيقه ان انت مش قادر على الحمار اللي عندك اللي بيحكم وجاي على البردعة. انما انت لو راجل اشوف حملة كبيرة لمقاطعة منتجات الجيش والشرطة لغاية ما يقفلوا. انت عشان خاطر توفر ربع جنيه او نص جنيه بتديله الفلوس عشان يحاصر بيها غزة ويغرق الانفاق ويقتل الناس. ما تجيش بقى تقولي بعد كده انت حتى في امريكا لازم تقاطع ماكدونالدز وبتاع. ماشي، حتى ماكدونالدز انا مش باكله عشان الدايت وكل حاجة. طب وبعدين؟ وبعدين هتبطل امتى؟ انت تشتري من منتجات الجيش والشرطة اللي بياخدوا الفلوس يحاصروا بيها بتاع ويبني قصور ويضربك بالجزمه ويسجن ولادك جوه ويقمعك اكتر ويقمع حرياتك ويبيع الارض ويدي حته للامارات وحته للسعوديه وحته لقطر وحته لتركيا وحته بيقطع في البلد تقطيع رسمي. ها ايه رايك؟ فطبعا سيبك من حاجات الضرايب دي لان احنا كلنا كمواطنين في دول غصب عننا هندفع ضرايب، مش بمزاجنا. بتتقص من الشيك قبل ما يوصلك، بتتقص من مرتبك قبل ما يوصلك. فانت هم بياخدوا حقهم قبل ما يديك حقك. فدي يعني حاجه ما حدش يقدر يوقفها، والحكومات بتاخد الكلام ده كله تدعم بيه الكيان. فتعالى نتكلم عن الحاجات اللي احنا عندنا منها اختيارات. عندنا اختيارات. فالحاجات اللي عندنا منها اختيارات، انت المفروض تشتري من فتح الله وكارفور وتشتري، لا كارفور اماراتي مش تشتريش منه، فتشتري من فتح الله والبقال العادي اللي جنبك علشان هو كارفور فرنساوي بس هو التوكيل اللي في الشرق الاوسط بتاع الخليج يعني الخليج يعني. وبعدين ايه مشتريات المصريين من ماكدونالدز وكنتاكي مقابل مشتريات الخلايجه من ماكدونالدز وكنتاكي؟ والخلايجه مش مقاطعين. على كل حال الموضوع كله طبعا في الاول وفي الاخر ما بكبرش حد على حاجه، الموضوع كله اختياري. انما اتمنى اشوف مقاطعه للناس اللي محاصره غزه بجد. مش اصل ماكدونالدز بيدفع ضرايب في امريكا كتكنيله، ما انت بتدفع ضرايب في مصر بتروح للسيسي، وانا بدفع ضرايب في امريكا وبتروح لاسرائيل في الاخر. طب انا اعمل ايه؟ حاجات الضرايب دي ما تلومنيش عليها، انا غصب عني، انا مجبر عليها، انا مش بمزاجي بدفع ضرايب، انا غصب عني بيتقص مني الضرايب. على الاقل مش بدفع رشاوي ومحسوبيه ووسايط واكراميات زي ما حضرتك بتعمل. فبكل بساطه اتمنى اشوف مقاطعه لمنتجات الجيش والشرطه اللي هم اصلا دول بقى اللي بجد محاصرين غزه، دول اللي اتفرجوا على محرقه رفح، دول اللي اتفرجوا على المذابح، دول اللي مش عايزين يساعدوا، دول اللي قافلين المعابر، دول اللي بيتمنيكوا، دول اللي بيتجسسوا مع الصهاينه، دول اللي ضد المقاومه، دول اللي عايزين يقضوا على غزه، دول اللي جات لهم فرصه يقضوا على الكيان كلهم مع بعض لو اتلموا بقوا رجاله، هو ومصر والاردن والسعوديه والامارات لو اتلموا مع المقاومه وخلصوا على الكيان كان زماننا نضيفنا وفرحنا من زمان. جالك فرصة تبقى راجل، بس انت مصمم تبقى وسخ، انت مصمم تبقى عميل، انت مصمم تبقى صهيوني، انت مصمم تبقى ابن مرة وسخة. فطبعا اكيد انا كمان ما قطعك يعني. فحرام اظلم ماكدونالدز قصاد ولاد المتناكة دول. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام.